بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي. موضوع الدرس الوحدة السادسة صحتي وغذائي. درسنا اليوم نشيد الحليب. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم هذا اليوم أحبائي نشيد الحليب، كذلك فوائد الحليب، وسنتعلم تسميع الجيد لنشيد الحليب. لاحظ الصورة التالية أحبائي، صورة ماذا؟ صورة الحليب، أحسنتم، هي صور متنوعة للحليب المفيد الذي نشربه كل صباح. إذا درسنا اليوم هو نشيد الحليب. دعونا أحبائي نأخذ فوائد الحليب. من يعرف ما هي فوائد الحليب؟ أحسنت، يقوي الأسنان، لاحظ هنا الأسنان قوية لأنه يشرب الحليب كل يوم. كذلك من فوائد الحليب ماذا؟ لاحظ الصور، أحسنتم، يقوي العظام، الحليب كذلك يقوي العظام. إذا لدينا اليوم نشيد الحليب. نقرأ هذا النشيد. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب، كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء، فأقفز وألعب وفي الدروس أرغب. ما أنفع الحليب، ما أطيب الحليب. نشيد الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أنفع الحليب، ما أطيب الحليب. هل تحبون الحليب؟ نعم نحب الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. هل تحبون الحليب؟ نعم نحب الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب،
وأطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. تحبون الحليب؟ نعم نحب الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. هل تحبون الحليب؟ نعم نحب الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. هل تحبون الحليب؟ نعم نحب الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا مليئا بالغذاء، فيه النشاط والهناء. فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. هل تحبون الحليب؟ نعم
الحليب. هنا أحبائي نوصل بين الصور وبين كأس الحليب وبين كأس المشروب الغازي. نبدأ بالتوصيل أحبائي. الصورة الأولى العظام، ما الذي يقوي العظام وما الذي يكسر العظام؟ أحسنتم. إذن نوصل العظام الهيكل العظمي إلى الحليب لأنه يقوي العظام، والمشروب الغازي هو يكسر العظام. صورة ثانية نلاحظ الولد القوي العضلات والنشيط. هل هذا الولد النشيط يشرب الحليب أم يشرب المشروبات الغازية؟ يشرب الحليب. أحسنتم. إذن نوصله إلى كأس الحليب. الصورة الثالثة لاحظ الضرس مليء بالتسوس الهزيل المتعب. هل هذا الضرس صاحبه يشرب الحليب أم يشرب المشروبات الغازية؟ نعم يشرب المشروبات الغازية التي تضر بالضرس. نوصله إذن إلى المشروبات الغازية. صورة رابعة لاحظ هذا العظم المكسر المريض الذي واضح عليه التعب. هل هذا العظم صاحبه يشرب حليب أم يشرب مشروبات غازية؟ نعم يشرب المشروبات الغازية التي تضر العظام. هنا أحبائي نوصل كيف نتعرف على كأس الحليب وكأس المشروب الغازي. نعم الحليب لونه، أحسنتم، لونه أبيض كلون العظم ولون الأسنان، والمشروبات الغازية هي عبارة عن سكر وماء وألوان وأصباغ ملونة. إذا نوصل اللون الأبيض رائع بالحليب، اللون الأسود المشروب الغازي ولا يكون لونها أسود فقط، ألوان متنوعة لأنها تحتوي على الأصباغ والألوان المضرة. إذا تعلمنا أحبائي هذا اليوم نشيد الحليب، وكذلك تعلمنا فوائد الحليب، وتعلمنا تسميع نشيد الحليب التسميع الجيد.